الموسم الثاني لمسابقة ست النكهات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم معنا المتسابقة إسلام العمري. كيفك إسلام؟ تمام. شو أخبارك؟ تمام. إسلام شو رح نعمل وصفة اليوم؟ اليوم رح أعمل رز بالكستنة وكتف خروف مشوي بالفرن. كتير منيح. ورح نستخدم طبعا المرقة الفورية من كنور اليوم بالوصفة. أول شيء بدنا نبلش باللحمة لأنه قبل الفضل أنها تكون متبلة ومحطوطة طبعاً قبل بوقت شوي إذا بالثلاجة أو هيك بكون أحسن. أوكي. وبعدين نعمل بعدين الرز. نعمل الرز. هلا بالنسبة ما بعرف للكستنة إنه لأنه مش كتير موجودة خصوصاً هلا برمضان. هلا في معلب جاهز بكون طبعاً. بس يعني إذا بجيبوا قبل بوقت مثلاً بيسلقوها وبيقشروها بحطوا عليها سكر وبحطوها بالفريزر بيكون كتير منيح. بلش باللحمة. بلش باللحمة. هلأ بدنا نحط الخلطة على اللحمة اللي هي عبارة عن فنجان زيت. ساعدك. زيت زيتون تقريباً. كامل هذا بدك تحطيه؟ حط لك إياه بهاي الطريقة. بهارات. ايش البهارات بدك تستخدميها؟ هي مجموعة بهارات فيها بيكون جوزة الطيب كاري توم. هاي الخلطة انت عملتيها يعني ولا جبتيها جاهزة؟ لا جاهزة. أوكي. لا جاهزة بس بقدر لحدا بده يعمل بالبيت اذا هو بحب يعني بقدره. وكمان عندنا بهارات. بهارات حب. بهارات حب ورق غار وكمان بصل بنحطهم هدول عليها. لأن الليمون كتير حيعطيها طعم. ندخلها على الفرن. كيف حرارة الفرن؟ بالضبط هلا بتكون تقريبا 200 180 ل 200 بس انها تكون هيك تستوي شوي شوي نجيكها بين فترة للثانية. هلا الرز بالاول بدي اتبله كمان بدي احط عليه شوية بهار قبل طبعا هو منقوع مصفى. هلا انا بستخدم نفس البهار بالضبط اما في ناس بحطوا بهارات ثانية للرز حسب شو بحبوا طعمه. الأول بدي أحط الكستنة كمان على النار مع الزيت. أحط لك شوية زيت بالطنجرة. هلأ ممكن أقطعها بس في إيش حب؟ لا عادي ما في مشكلة يعني. هاي الكستنة أول شيء أحطها مع الزيت نقلبهم شوي بعدين الرز. شيل الكنور لأن طعمتها غير يعني تفرق بالأكل. نضيف الماء. اللحمة هي بالفرن يعني ممكن إنه وعنها منشيك عليها شوي ما يكون إنه مي كتير. فإحنا إذا بدنا صوص عليها بنحط شوي مي. إشي بسيط. شوي بس. إذا حبيتوا وصفة إسلام العمري بتمنى إنكم تدخلوا على موقع كنور أريبيا وتصوتوا لها. بحب أتشكر مركز كرافتي كوكس لتعليم الطهي للكبار والصغار الواقع فيهم أذينا على استضافتنا.